بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هي دي مصر، والبداية مع فقرة همسات مواطن. في بداية الحلقة ومستهل الحلقة، أحب أن أشيد بدور القيادة السياسية ودور الحكومة المصرية في مواجهة تحديات فيروس كورونا. أحب أن أنا أشيد بدور القيادة السياسية الممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دور الحكومة الممثل في دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزارة الصحة والجيش الأبيض الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع المواطنين في كيفية طبعا صرف المعاشات، تكافل الكرامة والمعاشات العادية، وموضوع العمالة الغير منتظمة، وزارة الداخلية التي تقوم طبعا بدور أساسي وفعال طبعا في حماية الدولة وحماية مخططات الدولة ومؤسسات الدولة من الجماعات الإرهابية، أجهزة المعلومات، الأمن الوطني، وزارة التنمية المحلية الممثلة في التصدي لمخالفات البناء، وزارة الخارجية والهجرة في طبعا في موضوع العالقين في الخارج والمشاكل التي تتعلق بالعالقين في الخارج. في البداية اسمحوا لي أن أنا أرحب طبعا بضيوف الكرام وضيوف الأعزاء، الأستاذ رأفت عباس أحمد رئيس وحدة الدفاع المدني والإطفاء بجامعة عين شمس، الدكتورة أسماء هيكل أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة بالجامعات السودانية مرة أخرى لمناقشة موضوع العالقين. وفي البداية أبدأ طبعا مع الأستاذ رأفت، أحب بس أن أسأل حضرتك بس ما هو المقصود بالدفاع المدني والإطفاء في ظل الظروف الجارية والظروف المتطورة في البلد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة محمود المدهني والأستاذ الدكتور نظم عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشؤون البيئة. سيادة الدكتور رئيس الجامعة بمجهود وافر وغير عادي بالجامعة بالنسبة للي بيحصل في البلاد الأيام دي، الأيام العصيبة والصعبة بالنسبة لفيروس كورونا، بتطهير كل المنشآت الخاصة بالجامعة والمدرجات والمعامل وإدارة الجامعة والقصر وجميع كليات وفروع الجامعة. الحمد لله تم الحفاظ عليها وتم رش بجميع المنشآت. وبالنسبة للدور بتاع الدفاع المدني في الجامعة، دور الدفاع المدني في الجامعة بيحافظ على الفرد، بيحافظ على المنشأ، ودي نمرة واحد ان انا لازم احافظ على المنشأ والمال العام والافراد. وعشان احافظ على الافراد وعلى المنشأ لازم يبقى فيه وسيلة للحماية زي وسائل الاطفاء، في اجهزة تلقائية 6 كيلو 12 كيلو كيماوي بودرة بتشتغل عند حدوث الحريقة، هي بتبقى في الاماكن في المعامل وفي الأماكن والمنشآت والمكاتب، وعندي جهاز ثاني أكسيد الكربون، وعندي أجهزة وخط حريق بيساعد على حماية المنشأ والفرد. هي الحرائق بليها أنواع، مش كل الحرائق كلها بتطفى بنوع واحد، يعني مثل الخشب والأوراق الكرتون الحاجات دي بتطفى بالمية، وفي أجهزة وفي بعض حرائق مثل الكهرباء وأجهزة ثاني أكسيد الكربون هي اللي بتشتغل مع الإطفاء بتاعة الحرائق الكهربائية. وبالنسبة للحرائق البترولية، الحرائق البترولية بتتطفى بالرغوي أو بالفوم اللي هو الرغوي، المواد الجديد اللي هو الأجهزة الحديثة اللي هي الرغوي أو الرمل، وفي بعض الحرائق اللي هي تبع الكيماويات اللي هي الصوديوم، دي طبعا بتتحط في جاز وبتبقى بتطفي بمسحوق الجرافيت أو الرمل عند حدوث الحريق. والحمد لله في تدعيم من إدارة الجامعة
لأي ملاحظات أو احتياجات أو أي أجهزة حديثة بتلبها إدارة الجامعة في ذلك الشأن الحالي. أرجع لضيفتي طبعا الدكتورة أسماء هيكل حول موضوع العلاقين في السودان، كيفية الخروج من المشكلة وحل الأزمة من وجهة التصور، طبعا وجهة تصور حضرتك لحل الأزمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية أحب أشكر حضرتك إن أدت لنا الفرصة والبرنامج الكريم وأسرة البرنامج إن أدت لنا الفرصة مرتين، دي تاني مرة إن إحنا نوصل صوت ولادنا اللي برا اللي هم يعني فئة معينة من العلاقين. بعد كده ندخل بقى نقول إيه هي الأزمة. دي أزمة، الأزمة دي مفروض إن هي أصبحت مسؤولية لها كذا فرد ولها كذا شق. المسؤولية دي متوزعة على كذا جانب، الجانب ده كل جانب عليه واجبات وله حقوق. الجانب ده أكبر جانب هنقول 70% منه الدولة. الدولة متمثلة في جهتين قاموا معانا من خلال التعامل، عرفنا هما ايه الجهتين اللي هو وزارة الخارجية ودي متمثلة في السفارة، ووزارة الهجرة ودي متمثلة في وزارة الهجرة اللي بصراحة يعني احنا مش بنقول حاجة ما حصلتش، لا ده على أرض الواقع اتعاملت معانا على إننا ولادها. والشق الاخر هو الطالب او العالق اللي بره المصري. طب بالنسبه للشق اللي يقع على الدوله فده شغلهم، المفروض ان هم بيتعلموه كده او عارفينه. طب المفروض اللي على الطالب او المواطن المصري بره ايا كان بقى في سنه او كده، المفروض دي فطره، هو عارف ان بلده ليها عليه حقوق زي ما هو له عندها واجبات. اكيد طبعا. تمام؟ يعني المفروض ان هو عارف ان انا ما اسيقش لبلدي مهما كان، انا ممكن اتحمل اي حاجه في سبيل ان صوره بلدي بره تفضل هي مصر. ما صورش بقى فيديوهات مسيئه ومش عارف ايه واطلع اشتم والكلام ده كله، لا. ان كان في خلل فمعلش انت بتتعامل مع منظومه اداريه المفروض تكون مراعي ان هيكون في خلل، ولكن مش خلل كبير يعني مش للدرجه دي. نرجع للي حصل والتعامل الدوله اتعاملت معانا ازاي. مجرد ما صوتنا وصل هنا في مصر من احنا وصلنا الصوت بطريقتنا ووصل استمعوه على طول، بداوا ان هم يتعاملوا معانا، قالوا روحوا السفاره سجلوا سجلنا الكلام ده. وزاره الهجره اول ما وصلنا المعبر المصري وفرت لنا الاتوبيسات، وانا ذكرت الكلام ده قبل كده، لحد ما وصلنا وطمنوا علينا وكده. في جزء بقى هنا احنا كمواطنين مصريين حسينا ان هو خلل، الجزء اللي في الشق بتاع تعامل السفاره احنا كنا محتاجين منها انها ترعانا واحنا في الخرطوم لحد ما توصلنا للشريك الاخر في المسؤوليه بتاعته اللي هو وزير الهجره، وزاره الهجره في المعبر المصري. طبعا السفاره هنا ما اعرفش بقى هي اول مره تتعرض للازمه دي، المهم ان في تراجع شويه ما سابتنا احنا، قالت احجزوا انتوا باصات وكده وتحركوا، مع ان احنا رحنا سجلنا الاسماء. حجزنا الباصات وتحركنا، تعرضنا لعده مشاكل. هنا السفاره بدات لما شافتنا تعرضنا لمشاكل بدات تتدخل، بس التدخل جه في وقت بقى اصعب، الظروف بقت اصعب. في الاول كان مفيش حظر في السودان، كانت مفيش اصابات وكده، بعد كده في الوقت ده بقى في حظر شامل. استاذن بس الدكتوره اسماء، بس فاصل لاستقبال ضيف الكريم الكابتن محمود شلبي الدسوقي مؤسس ورئيس حزب تحيا مصر. فاصل. عودة مرة أخرى بعد الفاصل لاستقبال طبعا ضيفي الكريم الكابتن محمود شبل الدسوقي شلبي مؤسس ورئيس حزب تحيا مصر. الحمد لله على سلامة الوصول يا فندم. أعود مرة أخرى إلى الدكتورة أسماء. الدكتورة أسماء طبعا كانت يعني أحد العالقين في الأزمة السودانية للعالقين المصريين، وهي بتتكلم طبعا عن شعور بداخلها وعن نبض من داخلها عن الأزمة بجدية. هسأل بس حضرتك، انت كنت وضحتي لي طبعا يعني قبل الفاصل ان في استغاثات وفي تحرك مسؤولين تجاه الأزمة، يعني ما هي الاستغاثات وما هي التحركات السياسية من قبل الدولة تجاه الأزمة؟ اتفضلي. هو في البداية في 16/3
اول في اول الازمه كان يدوب بقالها يومين بس. اول ما صوتنا وصل تقريبا الساعه 7 وربع على عن طريق الاعلام والسوشيال ميديا، بالظبط الساعه 8 الا ربع كان في تحرك سريع جدا من القاده السياسيه وصدر قرار برجوعنا، واتصلت علي مباشره مستشارات وزيره، اكثر من 3 مستشارات من وزيره الهجره، انتوا فين، ظروفكم ايه، نتحرك ازاي كده، وادولنا تعليمات ان احنا نروح نسجل في بيتنا الموجود في السودان اللي هو السفاره المصريه كمصريين. وبالفعل كلنا طبعا الفئه زي ما قلت لحضرتك قبل كده فئه عمريه صغيره، اتحركنا على السفاره وسجلنا اسمائنا وكده. سالنا سياده السفير احنا دلوقتي حضرتك مسؤول عننا من الخرطوم للمعبر المصري، قال ما فيش اي مشكله خالص، انا ما عنديش مشكله وانتوا كمان ما عندكوش مشكله، الامور بسيطه، تقدروا تحجزوا اتوبيسات وتسافروا مع عادي، يعني انه الامور في امنه وكده. احنا اتحركنا بناء على هذا على الراي ده، قابلتنا مشاكل كتيره، اللي هو في وقت ازمه كل الناس بتستغل، يعني مثلا اصحاب الباصات دي ايا كان هم مين او انتماءاتهم ايه، في الوقت ده تركونا وسابونا، وفي ناس ما وصلتش المعبر، في ناس قعدت بثلاث ايام والاربع ايام. احنا هنا كطلبه وكفئه صغيره اللي هنا بتعامل معاها حسوا بتراجع شويه لدور السفاره، بس هو مش تراجع، هو احنا كنا شايفين ان الامور بسيطه ما كانتش هتبقى كده، لكن ظهرت في خلال التعامل ظهر المشاكل دي. في الوقت ده ظهر مين بقى؟ ظهر المصري الاصيل الجدع زي ما بنقول. انا عندي كمصريين لنا جوانب كتيره، في جانب انا حسيت ان هو مش معايا، جانب تاني ظهر على طول وحل محله. الجانب ده تمثل في الاستاذ شعبان رئيس اتحاد المصريين هناك بحزب تحيا مصر. استاذ شعبان احنا حجزنا اتوبيس عادي قبل ما نعرفه خالص، حجزنا اتوبيس المفروض هو يجي لنا الساعه 2 الدور، الاتوبيس ده فضل معانا لما للساعه 7 المغرب بمون بنزين مش عارف ايه كلام من ده. مش انا لوحدي، في اكتر من 150-200 طالب في نفس الموقف في الشارع بقى لهم 3 ايام. طب الاتوبيس ما جالناش، مش عارفين نعمل حاجه. على الفور الاستاذ شعبان احنا يعني هو موجود في المكتب بتاع الاتوبيسات ده، اتصل بينا انتوا فين، قلنا له ظروفنا كذا كذا. وكان في نفس الوقت في بنات بينطردوا لاسباب، يعني ان هم جابوا زميلتهم عشان طبعا زميلتهم في الشارع فجابوهم معاهم في الشقه، فجاء صاحب السكن قال لهم اطلعوا بره انتوا عاملين لي زحمه وكورونا والكلام ده. هو سبحان الله تواصل معنا في الوقت ده، يعني ظهر في وقت الازمه زي ما جالنا من عنق الزجاجه فعلا. طب ازاي بيحصل معاكم كده؟ طب انا هوصلكم الساعه 10 بالليل بموظف في القنصليه المصريه. الموظف ده كان استاذ مجدي، وده كان الجندي المجهول الثاني. طبعا ده وجه اخر للسفاره، ولكن ظهر بطريقه احنا مش معتادين عليه، احنا كنا عايزين الشكل الرسمي. جاء الاستاذ مجدي انتوا اتصل علينا انتوا فين، قلنا له كذا، فسمع بنفسه اللي بيحصل معانا على الفور، اتحرك من بيته، يعني ما استناش انه ياخد الشكل الرسمي، اتحرك من بيته وجالنا على المكان. الحمد لله تم التعامل معانا برقيه جدا من السلطات السودانيه، جالنا ناس موظفين من وزاره الخارجيه وقالوا لنا احنا معاكم تحت امركم، والحمد لله ردوا الاعتبار لينا، وكل ده بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل الجانب المضيء اللي هو ظهر متمثل في شخصيه استاذ شعبان واستاذ مجدي. نيجي هنا بقى الجانب الطالب المصري. في الوقت ده ظهر لي مجموعه من الطلبه مش عارفين يعني ايه الواجب اللي تم ده. ده واحد نصاب اصلا، هو جاي بدا يسيء للرمز من رموز بلده، لان هو جاي مش بلبس رسمي. طب انت شفت الظروف اللي هو جاي فيها ازاي، بدا ينزل ريكوردات واتكلم على بلده وعلى المسؤولين عنها بطريقه مش كويسه. وده طبعا احنا لازم اقوله، لان ده حصل، زي ما احنا زعلنا ان السفاره سابتنا شويه برده زعلنا من رد فعل الطلبه. في الوقت ده بدات تظهر لي بقى شركات وكلام من ده يقولوا التذكره ام 1000 بقت ب7 وب8 والناس تترمي عند المعابر والكلام ده. بقينا نتصل بالمستشار وزيره الهجره في اي وقت، وحتى الوزيره نفسها كانت متابعه معانا على الواتساب، وبقوا يفتحوا المعابر للطلبه وكده. جالي استغاثات من بنات ان هم اتواجدوا في احد المكاتب اللي بتحجز للباصات دي، وكان بيطلع بتصريح امن مزور البنات اتاخدوا في الرجلين بدون اي وجه ذنب، يعني ما لهمش ذنب في الموضوع خالص. في الوقت ده احنا كنا بنقول لسياده السفير معلش حضرتك اتدخل. هو لما شاف الحجم الكارثه كبر كده اتدخل، ولما شاف نجاح استاذ مجدي معانا في بسرعه الاستجابه واحنا كلنا اشادنا بيه، بصراحه هو برده ما ادخرش جهد، يعني اتدخل، بس اتدخل في وقت كانت الامور في السودان اصلا اتأزمت، اصبح مطلوب ليا تصريح امني عشان اتحرك لان بقى في حظر شامل، ومطلوب ليا تصريح امني تاني عشان يفتح لي المعبر. فبدا يدور سيادته على بدائل، البدائل كانت الطيران، وبرده بالتنسيق مع القياده السياسيه هنا في مصر. بس هم يعني ايه برضو ما اداناش الشكل المرضي احنا كطلبه، لان الفئه اللي موجوده في السودان ما ينفعش ان انا اقول له تذكره الطيران 1200 دولار بما فيهم الحجر الصحي. احنا في جزء حوالي 2500 طالب عدوا بدون ولا مليم.
طب ده هيدخل هيجيب منين؟ وده طالب موجود من شهر 3 ما معهوش فلوس اصلا، حتى اللحظه هيجيب منين 20,000؟ اصلا هو مش لاقي في مكان يسكن ولا لاقي كده. تمام. في الحقيقه قناه الصحه والجمال طبعا والعاملين بها وفريق الاعداد طبعا، بنشكر طبعا كل المسؤولين وكل القيادات السياسيه الذين تدخلوا طبعا لحل ازمه العالقين في السودان، ورجوع طبعا الدكتوره اسماء هيكل من السودان الى مصر. وفي الحقيقه احب ان انا يعني اشير بخبر احب ان الكابتن محمود يعقب لي عليه. المصري اليوم نشرت بتاريخ 5/5/2020 الاربعاء الماضي وصول 35 من المصريين العالقين في جنوب السودان مطار مرسى علم، وذلك بالتعاون ما بين الهجره والخارجيه المصريه بالاشتراك مع وزاره الصحه. تعقيبك كابتن محمود يعني على الخبر اللي نشره المصري اليوم في عوده المصريين العالقين من السودان، اتفضل يا احنا متولين الامر ده مع الدوله من بدري، لان احنا كمصريين كرحمه واحده لابد ان يكون هناك في اتفاق ما بين القياده السياسيه والقياده التنفيذيه والعمل الشعبي. ففي تنسيق بيني وبين الاستاذ شعبان جبر رب من بدري على المشاكل اللي حصلت، وكان طلعني وبناء على التوجيهات اللي انا قلت له عليها تتواصل مع فلان وفلان، وانا هبعت لرساله السفير وهبعت لوزاره الخارجيه وهبعت وهبعت. وبالفعل تم ارسال بعض الخطابات لوزاره الهجره ولوزاره الخارجيه، اشتكيت فيها الوضع بس بشكل دبلوماسي وبشكل سياسي محترم، وطلبت فيها بعودة أبناء العاملين أو أبناء الطلبة المعلقين هناك لأسباب كتيرة، لأن هي دي مصر وهي دي لازم تحافظ على أولادها في كل مكان. وحتى طلبت زي ما أنا طلبت امبارح من وزير الخارجية إن هو الدكتور سامح شكري إن هو يبدأ يدي تعليمات للسفارات والقنصليات بحسن التعامل مع المصريين هناك. وبناء عليه احنا طبعا نشهدنا جميع اجهزة الدولة بما فيها فخامة الرئيس بموجب خطابات رسمية، والحمد لله رب العالمين يعني الحصاد بدأ يجي وده امر جيد. ولكن انا عندي تعليق برضو على العالقين اللي موجودين في الكويت والاساءات اللي بتحصل من المدعوة صفاء هاشم او مبارك البغيلي او احنا مصر احنا اكبر دولة، فما ينفعش ان احنا نعمل كياننا بكيان حاجات صغيرة طبعا، عشان اما نيجي نقعد نتحاسب يبقى لنا حق. انا بطالب من الشعب المصري عدم مهاجمة اي حد او عدم الاساءة للشعب الكويتي او لاي شعب من الشعوب العربية، لان اذا كنا احنا لنا رعاية هناك فهم كانوا في يوم من الايام عندنا واحنا اللي شلنا بلدهم. كل العرب كل العرب، عراقي هتلاقي، ليبيا هتلاقي، فلسطين هتلاقي، كويت هتلاقي، عمان هتلاقي، يمن هتلاقي، سودان هتلاقي، مصر دي هي بيت العرب. فبيت العرب ما يعملش عقله بعقل حاجة صغيرة. وبعدين احنا شعب مصر اعظم شعوب الكون. تمام. فلازم نتسم بالحكمة ولناخد من فخامة الرئيس السيسي قدوة لنا. راجل الجنرال الهادئ اللي يقدر يفكر ويقدر يحسم الموضوع بشكل صحيح وبهدوء وبدون إثارة المشاكل. أنا بطالب من الشعب المصري العظيم إن هو ما يردش على السوشيال ميديا وما يتداولش، لأن فيه هناك حاجات معينة بتحصل من لجان معينة وعايزة تثير الفتنة بين الشعوب. علاوة على موضوع العالقين في السودان، الطلبة حتى في أي مكان، معنى طالب يعني هو العمر الافتراضي بتاعه من 17 سنة ل 22 23 سنة، وهي دي أخطر مراحل الإنسان، لأن فيها بيتم تكوين الشخصية، إما حد يستولى عليه كجائة إرهابية أو مصر تلم ولادها. أضم صوتي طبعا وصوتنا جميعا طبعا للكابتن محمود شبل رئيس حزب تحرير مصر. والحقيقه برنامج هادي مصر والراي الاخر طبعا يتقدم طبعا بزيد من الشكر لحزب تحيا مصر، ايضا برضه تدخله طبعا في ازمه العالقين بالسودان. في نهايه طبعا الفقره احب ان انا يعني اشكر كل ضيوف الكرام على المتابعه وعلى المشاهده، وشكرا اعزائي المشاهدين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.